السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا مع بعض. احنا ان شاء الله من دلوقتي ولمده ساعه على الهواء بوصفات لذيذه، وزي دايما لما بنكون على الهواء بقول لكم ان الارقام اللي هتطلع على الشاشه دلوقتي هي الارقام اللي ممكن تتواصلوا بيها معانا عن طريق التليفون، وكمان ممكن عن طريق الصوره اللي بتنزل على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك. تكتبوا لنا تعليقاتكم وكومنتاتكم واسئلتكم، وان شاء الله خلال الحلقه بنتواصل مع بعض وبنرد عليها. هنبتدي مع بعض باول وصفه للنهارده، وهي قوارب الدجاج المحشيه. وصفه كده شكلها لذيذ وطعمها لذيذ. عشان نعملها عايزين صدور دجاج، معلقه صغيره بودره ثوم، معلقه صغيره بودره بصل، معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره ماسترد، 2 معلقه كبيره زيت زيتون. للحشوه عايزين بصل، 2 كوب سبانخ، 2 كوب مشروم، جبنه فته، نص كوبايه تقريبا، معلقه صغيره زبده، رشه جوزه الطيب، تركي مدخن، جبنه شيدر، وعايزين للتقديم بطاطس بيوريه. طيب اول حاجه هنعملها، تعالوا نعمل الحشوه كده على النار بسرعه، وبعدين نبقى نرجع تاني للفراخ شخصيا. هناخد دلوقتي قطعه الزبده اللي عندنا وهنحطها كده هنا، وهنحط معاها البصله، ممكن نزود شويه بس الزبده. وصفه لذيذه، وانا الصراحه الوصفات اللي فيها سبانخ بحبها، يعني السبانخ بحبها بجميع حالاتها. اهلا وسهلا يا احمد، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام ان شاء الله الحمد لله. بحب وصفاتك جدا يا حبيبي. حلوه، ربنا يخليك يا احمد، تسلم لي حبيبي. عندك اي سؤال؟ لا شكرا، احنا بنحب وصفاتك جدا. انا متشكره عليكي كل يوم حبيبي، متشكره جدا، وسلم على كل اللي عندك، وشكرا بجد على المتابعه، تسلم حبيبي. هنحط البصل تقليبتين كده. يا مدام نادية يا جميلة، الحر دين عليك. يا أهلا وسهلا، أنا وعدتك أي ما كوني مباشر أكلمك. ده أنا يعني بنبسط لما بسمع صوتك. أخبارك الحمد إيه؟ الحمد لله على السلامة يا رحل. الله يسلمك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ أجازة سعيدة ولا أجازة شاقة؟ لا الحمد لله، الحمد لله، ألف حمد وشكر. دايما دايما تروحي وتيجي بالسلامة، بتنوري مصر كلها والله. ربنا يخليكي، أخبارك إيه وصحتك؟ عاملة إيه يا ذوق يا هندسة يا كل حاجة حلوة؟ أنت اللي جميلة وعينك حلوة، ربنا يسعدك. مسمياكي الشيف الفنانة حبيبة هي قلبي، هي ده اللقب بتاعك عندي حبيبة قلبي. ربنا يسعدك ويفرحك بحبايبك. جميلة كل حاجة والله يا غدغودة، تسلم إيدك. تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا. تسلم إيدك والله، متعانا بكل الوصفات اللي بتعمليها، سواء حلو سواء حادق، كل جميل. حبيبة قلبي ربنا يخليكي، وإن شاء الله دايما عند حسن ظنك كده ويديم المحبة يا رب. حبيبتي شكرا ليكي. طيب حطينا البصله وحطينا الزبده، هنحط دلوقتي المشروم. انا مقطعاه صغير كده زي ما انتم شايفين، وبرده تقليبتين، وبعدين هنحط بقى دلوقتي السبانخ اللي عندنا. تمام، السبانخ اهي، طبعا كل ده هيدبل دلوقتي. على ما تدبل السبانخ بتاعتنا خليها بس شويه كده على النار. خلينا نروح نشوف هنعمل ايه في الفراخ بتاعتنا. طيب الفراخ بتاعتنا عشان نتبلها هنحط لها ايه؟ هنحط لها بودرة ثوم، بودرة بصل، ممكن تحطوا بابريكا، ماسترد، وزيت زيتون. تمام؟ فهناخد دلوقتي الفراخ اهي، هجيب سكينة وهنجيب شوية زيت زيتون ونحطهم عليها كده، وهنجيب بقى التوابل اللي اتفقنا عليها، شوية بودرة ثوم وشوية بابريكا وشوية بودرة بصل وشوية ملح وشوية فلفل. ادي الملح وادي الفلفل. تمام، هنخلط بقى الكلام ده كله مع الفراخ بتاعتنا وزيت الزيتون. زيت الزيتون كمان هيساعد ان التوابل دي تبقى لازقه في الفراخ بتاعتنا.
هناخد بقى دلوقتي الفراخ وهنعمل فيها شق كده بالشكل ده، شق بهذا الشكل، ما توصلوش لتحت، ما توصلوش لتحت، بس كده. تمام تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب الفويل، الفويل اللي عندنا، وهنعمل منه زي شكل كده، هوريكم دلوقتي المقصود. هناخد الفويل اللي عندنا كده نقطعها اتنين اي شكل، يعني بعكيكه شويه مش مشكله. ممكن كمان نحط لو عايزين قبل الفويل نحط ورق زبده، كده كده، ونحط الفويل جوه. ليه بقى انا بعمل الحركه دي؟ لان انا لو حطيت الفراخ بتاعتنا زي ما هي كده في الفرن دلوقتي، الفتحه دي هتقفل في الفرن، هترجع تقفل تاني، انا عايزاها تفضل مفتوحه، فهعمل كده، شايفين كده اهو بالشكل ده. هدخلها بقى الفرن كده زي ما هي على درجة حرارة 200، بتقعد تقريبا نص ساعة. هغطيها واحطها في الفرن لمدة مثلا 25 دقيقة، وبعدين بشيل من عليها الغطا علشان خاطر تحمر وتاخد لون حلو على الوش. احنا هنا تقريبا خلاص تبلوها بقى، حط في النار. يا نور اهلا وسهلا بيكي، ازيك يا نور؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويسة. كله حلو؟ حبيبة قلبي، عندك أي سؤال؟ كنت عايزة أعرف طريقة كيكة اللي عمل بالفراولة. كيكة بالفراولة، طيب حاضر من عناي. طيب حاضر هقولك. طب بصوا، بنقدر كمان نحط على الفراخ لو تحبوا شوية ماسترد، يعني الحاجات دي كلها اختيارية زي ما انتوا عايزين، يعني ممكن لو تحبوا ناخد شوية ماسترد برضو نحطها كده على الفراخ، بتديها مزازة لطيفة. حط دي كده اهي، بصوا كده اهو، وهندخلها على الفرن زي ما اتفقنا. اوكي طيب، هناخد بقى دلوقتي السبانخ والمشروم والبصل اللي عندنا، ونحط لهم التتبيلات اللي احنا عايزينها، جوزة الطيب، شوية بودرة ثوم، شوية بودرة بصل، شوية بابريكا. عايزين بقى تعملوا كده حاجة لذيذة، كمان بتقدروا تضيفوا التركي، لذيذ، بس لو حابين تستغنوا عنه استغنوا عنه، بس هو بيدي طعم حلو، بالذات لو تركي مدخن بيبقى حلو جدا معاها. تمام كده. هناخد بقى دلوقتي الجبنة الفتة اللي عندنا، نص كوباية بس، احنا الكمية اللي عندنا هنا اكبر، فهناخد نص كوباية بس كده تقريبا اهي، يعني دي كفاية، يعني طلعت تقريبا تلت كوباية بس، انا عايزة كده حاجة بسيطة يعني منها تبقى موجودة. هتعمل كده عامل زي، اولا هتدي حموضة كده لذيذة، وفي نفس الوقت هتغلف لي كل ال، يعني هتخليهم شويه متماسكين، يعني يعني هتخليه متماسك شويه الخلطه، مش فرط كده يعني، مش مفرفطه، وفي نفس الوقت طعم لذيذ. خلاص كده احنا جاهزين بالحشوه بتاعتنا كده، تمام التمام. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الفراخ بتاعتنا زي ما اتفقنا، هنحطها في الفرن متغطية على درجة حرارة 200 في الرف الوسطاني، وبعدين لمدة 25 دقيقة تقريبا، وبعدين هفتح عليها الغطا واسيبها تستوي او تتحمر من فوق. تمام، ده هيكون شكلها بعد ما بتطلع من الفرن، وبعد ما بنشيل الجزء اللي احنا حطيناه هنا علشان تفضل الفراخ بتاعتنا مفتوحة، واقدر الاقي مكان احط فيه الحشوة بتاعتي. تمام يلا بينا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الحشوة بتاعتنا اللي عندنا وهنحطها في المكان المخصص اللي احنا عملناه اهو بهذا الشكل،
طريقة لذيذة جدا وطعمها حلو جدا وسهلة. هنحشيها كلها دلوقتي احنا هنرجعها الفرن تاني، بس يعني هتقعد يا دوب شوية صغيرين شوية صغيرين، لغاية ايه؟ لغاية بس ما الجبنة اللي هنحطها على الوش تسيح. وصفة لذيذة كده تحسسكم شوية بالمطبخ اليوناني، شوية يعني مدية كده على اليوناني. الأكل لما بيدخل فيه جبنة فتة كده بحسه بيروح على الأكل اليوناني. خلاص حلو، حلو قوي كده. بس هنحط الجبنة فوق يا حبايبي وهدخلها الفرن ثانية واحدة. بصوا أهو، هناخد دلوقتي الجبنة وهحطها بس كده على الوش على الحتة اللي فيها الحشوة. تمام، هعمل أنا بقى كده في كل الفراخ اللي عندنا وهدخلها الفرن مكشوفة مكشوفة بس لمدة دقايق لغاية ما الجبنة عندنا تسيح. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. انا حاطه الفراخ ورا عشان هخليها في الاخر خالص احطها في الفرن عشان تفضل كده الجبنه في اخر الحلقه سايحه كده وشكلها لطيف وبتلمع، وكمان عينين عيشه لمعت مع الجبنه اللي هتلمع. طيب خلينا دلوقتي نشوف الوصفه التانيه للنهارده، وهي بطاطس بحشوه البيتزا. علشان نعملها عايزين ايه؟ عايزين 10 تقريبا لانها طعمها لذيذ قوي، بس في الاخر اعملوا العدد اللي انتوا عايزينه. بطاطس نفس الحجم تكون وبالقشر زي ما هي. عايزين بقى حشوه بيتزا زي ما انتوا عايزين، ممكن نحط ساسج، مشروم، فلفل اخضر، بصل، ملح، فلفل، وعايزين طبعا جبنه موتزاريلا وصلصه البيتزا ورشه زعتر. بس في الاخر كل اللي انا قلته ده بتقدروا تغيروه وتحطوا الحشوة اللي انتوا بتحبوها. طيب انا بس ايه عايزة احط شوية زيت على النار، نقطة زيت كده، علشان بس عايزين نحط البصل وشوية حاجات على النار قبل ما نحطها في الحشوة بتاعت البطاطس بتاعتنا، على ما بس الزيت يسخن والمشروم، لان مش هقدر احطهم نيين طبعا، على ما الحاجات دي تسخن. خليني أبص شوية على الفيسبوك، على زعفران وفانيلا، وتحت الصورة اللي مدام يسري. يا أهلا وسهلا، إزيك؟ إزيك يا غدودة قلبي؟ أنت عاملة إيه يا جميلة؟ الحمد لله يا جمال الكارو بقى عليكي حبيبة قلبي، ربنا يخليكي يا رب، تسلميلي. اخبارك ربنا ايه؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. يا جمال بقى البطاطس الكومبير مش دي كومبير؟ لا يعني، لا يعني، لا مش قوي، بس يعني شبهها شويه. شويه. تسلم ايديك يا حبيبه قلبي. انت طبعا كل الحاجات اللي بتعمليها حلوه، والفراخ دي طبعا تحفه، هتتحط في المنيو لازم. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، بس انت. انا طالبه منك طلب يا غدوده. اموري. الكوبيبه الصينيه اللي في الصينية؟ اه كبيبة في الصينية، كبة بالصينية يعني؟ دي اسهل انت حاجة. انت قلت لي ان ليها مقادير مختلفة عن الثانية شوية، هما اللي بيمشوا على التكة وبيعملوها مظبوط مظبوط، بتلاقي الكبة اللبنية ليها مقادير غير مقادير الكبة المشوية اللي بيتحط لها الشحمة الكلى، غير يعني في كده لو عايز تعمليها زي ما هما بيعملوها بالظبط في شوية تركات كده. انما لو مش هوصل لتركاتك يا غاده، اعملها لي مره بقى. خلاص اتفقنا، اتفقنا. كبه بالصينيه المره الجايه من عينيا. ميرسي يا حبيبه قلبي، اتفقنا. اهلا وسهلا. طيب يا حبايبي، هنحط دلوقتي البصل اللي عندنا شرايح مقطع صغير زي ما انتم عايزين. انا بس عايزاه يتقلب كده تقليبه على النار، وممكن كمان تقلبوه بشوية زيت زيتون بدل زيت عادي لو تحبوا. يلا بينا. صباح القشطيات يا جميلة، يا سهى الزيني، صباح القشطيات. انتي
حبيبة قلبي تسلمي لي، تسلمي لي، شكرا ليكي. علا فتح الباب عايزة مكونات المسخن. المسخن يا حبيبة قلبي هو بيعتمد على أكتر حاجة زيت الزيتون يكون طبعا حلو، والسماء يكون بلدي وحلو، وخبز الطابون. بس هو هي دي الثلاث حاجات أهم حاجة في المسخن، وطبعا الفراخ. ودي المكونات بتاعته كمكونات. احنا عملنا المسخن قبل كده يا هبة هنا. طب ممكن نشوف. طب شوفي لو عملناه لو سمحتي نزليه بعد إذنك. مساء الفل والياسمين على المتوكلة على الله الورفلي، وشكرا لسوها الزيني بتقول عملت الجبنة اللي بالبنجر طلعت تحفة، وكمان مبينة لنا الصورة اهي لو ينفع حتى لو من بعيد. سوها الزيني عملت وصفة الجبنة اللي خلطناها مع البنجر، ودي صورتها زي ما انتوا شايفين. تسلم ايديكي يا سوها يا جميلة. الخربيتش اللي في ايدي دي كلها من القطط. لا ولا واحد، لا ولا ولا حاجة. هي عايزة المسخن الاصلي دي كده حاجات. طب ثواني بصي المسخن مكوناته ايه، هقولك في السريع. المسخن العادي يعني هنحط دلوقتي البصل كمان. المسخن عندنا فراخ مسلوقة، في ناس بيسلقوها وفي ناس بيشوها، خلي بالك. فانت زي ما انت عايزة، في كده وفي كده. وعايزين عيش الطابون، خبز الطابون، وعايزين يا ستي زيت زيتون كتير كتير، بيتقلب فيه بصل كتير، وبيقعد على النار كتير. يعني ما ينفعش احط البصل على زيت الزيتون واقلبه تقليبتين، لا بخليه على نار وسط وبسيبه على النار تقريبا يعني ربع ساعة خليه على النار. وبعد كده بنحط عليه بنحط شوية من شوربة سلق الفراخ او شوية مرقة، وبنحط ملح وفلفل، رشة بهارات خفيفة ورشة قرفة خفيفة. وبعد كده بناخد الكلام ده ونبتدي ندهن بيه الخبز الطابون بتاعنا وندخله على الفرن. وبعد كده بيتقدم بقى مع الفراخ اللي عندنا واللوز والحركات. هنحط المشروم، يعني هو زي ما قلتلك في الاخر اهم حاجة زيت الزيتون والسماء يكون، وخبز الطابون اهم حاجة يكون الثلاث حاجات دي موجودة، والباقي كله مقدور عليه عادي. يلا يا حبايبي هنعمل ايه بقى؟ شوفوا شوفوا شوفوا. هناخد دلوقتي البطاطس اللي عندنا وهنغسلها لان احنا عايزينها بقشرها، وهنحطها في الفويل، ورق زبدة وفويل، وندخلها الفرن علشان تستوي على درجة حرارة تقريبا 200، هتقعد لها بتاع 45 دقيقة مثلا. تمام. بس تطلع من الفرن هنعمل ايه؟ هناخدها نجيب سكينة، وهناخد البطاطس بتاعتنا اللي طلعت خلاص اتشوت وطلعت من الفرن، وهنعمل فيها كده زي فتحة كده هنا كده مربعة بالشكل ده، ما توصلوش لتحت. تمام كده، ونوصل دي بدي كده اهو خلاص. نجيب بقى دلوقتي مثلا معلقة ونبتدي نطلع، نطلع شوية اللي احنا عملناه ده، شايفين كده، نطلع شوية من جوه اهي، ونفضل نعمل كده لغاية ما نوجد تجويف كده يكون في قلب البطاطس. وزي ما انتوا عايزين، يعني عايزين تاخدوا بقى اكتر من قدام ومن ورا، عايزين تخلوا شوية كده موجودين في الجناب، يعني زي ما انتوا حابين اهي. كفاية مثلا كده، فاحنا كده عملنا تجويف في البطاطس. هناخد بقى البطاطس بتاعتنا زي ما هي كده. هنعمل ايه؟ هنجيب برضو معلقة وناخد الصوص بتاعت البيتزا، هنحطها جوه هنا كده شوية، وندهنها في كل البطاطس بتاعتنا كده من هنا ومن الجناب
فيبقى ده الشكل اللي عندنا شايفين كده كلها فيها صوص البيتزا. بعدين ناخد من الحشوة بتاعتنا اللي عملناها، تقدروا تحطوا معاها لو تحبوا ساسج كمان علش تبقى يعني بيتزا بيتزا، يعني اكتر حاجة للبيتزا. هنحط شوية ملح. يا إسراء اهلا وسهلا بيكي، ازيك يا إسراء؟ عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، وانا بحبك جدا. وانا بحبك جدا جدا جدا. بعتي على طول والله في القعدة، ومستنياك عشان اكلمك والله. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي يا ربي، وان شاء الله دايما عند حسن ظنك. حبيبة قلبي ربنا يخليكي، وبحب دايما اسمع صوتك. اه والله انت قلتي لي كلميني على طول، وكنت بستناكي في القعدة كتير والله. يا حبيبة قلبي ربنا يخليكي، ودايما بنبسط اما اسمع صوتك. يا حبيبتي تسلمي على كل مواصفاتك اللي انت بتعملها لنا. تسلميلي حبيبة قلبي، الف شكر ليكي. شكرا شكرا يا حبيبتي شكرا. طيب حطينا هنا شوية ملح وشوية فلفل، وهنحط عليهم شوية زعتر. خلاص كده الحشوة بتاعتنا جهزت، وزي ما قلنا غيروها زي ما انتوا عايزين. خلاص دهنا بقى من جوه البطاطس بتاعتنا. هناخد دلوقتي الحشوة اللي احنا عملناها وهنحطها كده بهذا الشكل كده اهو، وبعد كده هناخد الجبنة اللي عندنا وهنحطها هنا كده اهو، وعلى الفرن بس تسيح الجبنة اهي. تمام بس تسيح الجبنة. خلينا بقى دلوقتي نطلع لفاصل، وانا هكمل بقية البطاطس اللي عندنا، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودلوقتي هنعمل مع بعض وصفه تانيه لذيذه قوي. احنا عندنا الحاجتين اللي عايزين يدخلوا الفرن اهو، قبل ما نطلع الفاصل هحطهم في الفرن عشان يسيحوا، وزي ما قلنا يبقوا كده بيلمعوا ومزهزهين على اخر الحلقه. طيب يلا بينا دلوقتي نعمل مع بعض وصفه كمان لذيذه قوي هتحبوها. اروح فين بالبطاطس دي؟ يلا هنعمل وصفة بالسامن، وأنا السامن ده بحبه حب جدا جدا بجد، يعني من أكتر الأسماك اللي بحبها. فهنعمل النهاردة وصفة مكرونة بيه، وتعالوا نشوف هنعملها إزاي. عايزين معلقتين كبار زيت زيتون، تقريبا ثلاث شرايح من السامن، وعايزين ملح وفلفل، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة كبيرة زبدة، واحد بصل، وعايزين واحد كوب طماطم كرزية مقطعة انصاف، الكرزية اللي هي التشيري توميتو، عايزين واحد كوب مشروم، واحد مكعب خضار، اتنين كوب كريمة، اتنين كوب مرقة من سلق المكرونة، ودي مهمة جدا، مكرونة فرفلة او اي حاجة انتوا عايزينها. احنا اخترنا النهاردة اللي هي الفيونكات دي، ونص كوباية جبنة بارميجان مبشورة. طيب اول حاجة هنعملها هناخد الطاسة بتاعتنا وهنحطها على النار، عايزين زبدة وشوية زيت زيتون، زبدة وشوية زيت زيتون، ودي اللي هنعمل فيها السمك بتاعنا. تمام كده بس تسخن شوية، خليها تسخن شوية. على ما تسخن شوية هنعمل ايه؟ هنكمل بقية الكومنتات الجميلة بتاعتكم والأسئلة وكله. زعفران وفانيلا، يلا بس تسخن شوية الطاسة. ماشي يلا يلا نزلوا وصفة مكرونة بالبشاميل والدجاج، حلوة نزلت على الصفحة دلوقتي شوفوها حلوة جميلة. يلا عندنا مين مين مين؟ زهرة البستان حبيبة قلبي ربنا يخليكي، بتقول الوصفات بتجنن وبتدعي دعوة حلوة، أنا كمان بحبك وموت فيكي وليكي مثل الدعوة إن شاء الله يا رب. خلينا نشوف الأجدد. هنحط الزبدة. مساء الفل للميا من السودان، وعايزة طريقة عمل الإكلير. الإكلير هو نفسه عجينة الشو. عجينة الشو دي بيتعمل منها حاجات كتير،
يعني بنقدر نعمل منها السان اونوري، بنقدر نعمل منها البروفيترول، الكريم باف، الاكلير، حاجات كتير قوي بنقدر نعملها منها. ايه هي العجينه؟ الطريقه البسيطه لعملها هي بنحط كوبايه من الميه على النار مع 100 جرام زبده مع رشه ملح بس، بتسيح الزبده، بنشيل الميه والزبده من على النار وبنحط عليهم كوبايه دقيق، بنقلب كويس لغايه ما الميه تشرب الدقيق كله، بنرجع تاني الدقيق على النار الخليط ونقلب نار هاديه بقى، ونقلب لغايه ما نحس كده ان قاع الكزرونة او الطاسة او اللي احنا مستعملينه بقى فيه زي كده رائقة عجينة رفيعة قوي، ده معناها ان احنا صح خلاص، معناها ان الرطوبة الزيادة اللي في العجينة طلعت والعجينة بتاعتنا جاهزة. بنشيلها من على النار وبنسيبها تبرد، بنسيبها تبرد بس تبرد، بحط لها اربع بيضات بالتدريج بالتدريج بحطها، وما تبلغوش كتير في الخفق، يعني خلوها لو هتعملوها في العجانه خلوها مع على بتاعه الكف دي، وخلوها على حاجه هاديه يعني مش تك تك تك، لا على واحد او بالكتير قوي اتنين مش اكتر من كده، وبالاداه بتاعه الكف تمام. وبس نحط الاربع بيضات والفانيلا، ساعتها بنبقى احنا جاهزين ان احنا نعمل الاكلير بتاعنا بقى، او السان اونوري، او البروفيترول، كريم باف، اللي انتوا عايزينه بس خلاص. وبنحطه في الفرن على درجة حرارة تقريبا 180، وبنخليه لغاية ما يستوي خالص من تحت. ممكن نرش على الوش شوية سكر برضو بيدي لون حلو. طيب هنخلي بقى ده على النار شوية كده لغاية ما يستوي، بعدين نقلبه على الناحية التانية، نرجع نبص تاني. انا كل ما بسيبه لا اهو فضل والله. شكرا لفريدة هشام، وشكرا عملنا لا محاسن، احنا قرينا لميا من السودان اللي هي اي ترانجي رولا، وكمان في من السودان محاسن ابراهيم احمد سعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أنا كمان بحبك وشكرا ليكي. وفريدة هشام وأم فرح من اليمن اللي هي زيو دولاي، أهلا وسهلا بيكي وكل حبايبنا اللي في اليمن. بتقول أول مرة أكتب لك بصراحة، مستحيل ما أشوفش برنامجك سواء مباشر أو إعادة، ربنا يحميكي، يعني بجد بسطتيني جدا جدا جدا، شكرا ليكي وان شاء الله دايما عند حسن ظنك. انعام احمد من اسوان، يا اهلا وسهلا بيكي وكل حبايبنا اللي في اسوان. انا لغايه دلوقتي ما رحتش لاسوان ولا الاقصر ولا اسوان، حد يصدق؟ لازم اروح الاقصر واسوان. عايزه طريقه السينامون رول. يلا يا لولو هبه، طريقه السينامون رول لو سمحتي. هالة السيد معلش دلوقتي تيجي معلش. وأم عمار من السودان بتقول بحب كل حاجة بتعمليها، ربنا يخليكي يا حبيبتي تسلميلي. وهنا رزق بتقول عقبال كل سنة بمناسبة بداية فصل الشتاء، لبسك كتير حلو، اتفضلي تسلميلي كل جزوق. بتقول والأكل غير شكل، يسلم يسعد أوقاتك حبيبة قلبي تسلميلي. والثروية من السودان أهلا وسهلا. وادي عجينه الشو يا حبايبي اهي على النار، قصدي على الشاشه. يلا بينا نقلب السمن بتاعنا، يا عيني انا بموت فيه، بصوا الجمال، ولا اي حاجه بس هحط له شويه ملح وفلفل فقط لا غير. عايزين تحطوا اي حاجه زياده حطوا، بس هو ملح وفلفل انا هحط له وهيطلع تحفة. هو مرات البساطة بتطلع أحلى حاجة. خلينا بقى نجهز اللي هنحطه بعد كده، البصل، بابريكا، مشروم، وآدي السينامون رول على الشاشة. طيب احنا عندنا هنا يا حبايبي المكرونة مسلوقة، وعندي شوية من مية سلق المكرونة خليتها على جنب، لأن هي اللي هنحط فيها هنزود بيها الصوص بتاعتنا.
يعني ممكن نزود بميه عاديه، ولكن لما بنزود بميه سلق المكرونه بتطلع الدنيا اظبط. خلاص هو ما بياخدش وقت طويل على النار. خلاص هنقلبه بس كده حته كده وحته كده، يعني فعلا بس نجيب ايه حاجه نطلعه فيها. لا خليني اجيب له طبق حلو عشان هو حلو. ليه ما انا سامع شكلها؟ ماشي يلا نشيل دول كده. تمام زي ما قلنا هرش عليهم بس شويه ملح وفلفل فقط لا غير. لو حسيتوا الجناب بس عايزه حته كده ادوها حته اهي اهو. وادي شويه الملح وادي شويه الفلفل فقط لا غير. خلاص هنيجي بقى هنا بسرعه كده نروح نفس الطاسه اللي فيها الطعم اللذيذ بقى بتاع السمن بتاعنا، والبهاريز بقى كلها بقت في الزبده وزيت الزيتون. هنحط كده شويه بصل، عايزين تحطوا توم حطوا مش مشكله، دي هتخلص معانا بسرعه. خلاص على ما البصل يتحمر تعالوا نروح نحط الحاجه في الفرن. ادي الفراخ وادي البطاطس. ونرجع تاني للبصل، نحط بقى دلوقتي المشروم. هنقلب بس تقليبتين كده المشروم على ما نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقيه وصفاتنا. بشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. احنا عملنا ايه هنا؟ بعد ما حمرنا السمن بتاعنا بشويه زبده وشويه زيت زيتون شلناه وحطينا له شويه ملح وفلفل. في نفس الطاسه مع نفس زيت الزيتون والزبده حطينا بصله وحطينا المشروم، وهنحط دلوقتي التشيري توميتو المقطعه انصاف وهنقلبها. ونروح مع بعضينا نبص على الفرن اخباره ايه. الفراخ جهزت جهزت تمام التمام، شكلها جميل جدا اهي. خلينا بقى نطلعها ونحطها كده في يا عيني. دي بقى تقطعوها كده تلاقوا جوه الحشوه باينه كده وجميله. يا انس اهلا وسهلا. اهلا شيف، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ازيك انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك اي سؤال؟ عايز اعرف طريقه التشيكن برجر. من عينيا. حاضر حاضر، عندنا طريقه التشيكن برجر يا لولو. لو ما عملناهاش حطيها لنا في الخطه. طيب خلصنا كده احنا التشيري توميتو، هنحط بقى دلوقتي الكريمه ومكعب المرق. ادي الكريمه ومكعب المرق حطيناه، وهنزود شويه من ميه سلق المكرونه مع شويه ملح زياده. هنحط رشة من البابريكا خفيفة برضو كده، ونستنى عليه الكلام ده بس لغاية ما يغلي علشان نحط بقى المكرونة بتاعتنا فيه. ويلا بينا نطلع البطاطس من الفرن.
قبل ما نطلعها خلينا نجيب تلاجة الكنز بتاعتي، كلها حاجات الحمد لله الحمد لله. نحط بقى كده هنا مثلا شوية خس كده من دول، الخس الجميل ده بيدي شكل حلو كده، علشان ايه؟ نحط القوارب بتاعت البيتزا بتاعتنا عليه. مع ان انا اعتقد لو حطينا البطاطس هنا هيبقى احسن، مش كده يا هبة؟ ايه رأيك يا هبة؟ ماشي. ليه حاسة بصوت بنبرة يأس في صوتك؟ ما عايزين دايما كده صوتك متألق. يلا نطلع الفرن. ريحة بيتزا، ريحة بيتزا شديدة. بسم الله. جميلة جميلة جميلة. ونشيل دي. وكده نبقى عايزين بس ايه بقى؟ نحط هنا المكرونة. حلو بقى ان احنا ايه كمان نحط تنتوفة من الجبنة البارميجان جوه. تحفة. حاضر حاضر حاضر. كده حلو قوي، وهتلاقوا بقى الطعم اصلا طعم الكريمة هيبقى كله سمن مطرح الزبدة والزيت الزيتون اللي قلبنا فيهم السمك بتاعنا. نحط بقى المكرونة كده ونقلبها، على ما نقلبها بس تقلبتين ناخد رشة من الزعتر نحطها كده على الوش هنا كده، وكده نبقى احنا ناقص بس ايه نغرف كده. حلو قوي. يلا عايزين بس نغرف المكرونه بتاعتنا. طبعا هي بس عايز تقعد على النار ايه يعني، قعدوها شويه قبل ما انتوا عارفين انا هقدمها في الطاسه. ايه رايك يا هبه؟ هقدمها في الطاسه. مش حابه الفكره والله، شايفاها لطيفة أنا، بس خلاص زي ما أنت عايزة. خلاص تسخن، وعلى ما تسخن خلينا نشوف مع بعض عملنا إيه النهاردة. عملنا مع بعض أطباق أو قوارب البطاطس بنكهة البيتزا، جبنا البطاطس بتاعتنا وحطيناها في ورق زبدة وبعدين فويل ودخلناها الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا 45 دقيقة، وبعد ما طلعت عملنا فيها كده شق كده مربع أو مستطيل وحسب شكل البطاطساية وفضيناه من جوه. حطينا حشوة بيتزا، حطوها حسب مزاجكم. أنا حطيت حطينا إيه؟ حطينا بصل وحطينا فلفل وسوسج ومشروم، وحطينا صلصة بيتزا جوه، وحطينا الحشوة بتاعتنا، وبعدين حطينا جبنة موتزاريلا ودخلناها على الفرن. عملنا كمان معاكم الفراخ بطريقه كده لذيذه، فتحنا شق كده في الصدر وبعدين حطينا ورق زبده وفويل في النص ودخلناها الفرن بعد ما تبلناها. تبلوها باللي انتوا عايزينه، ممكن تحطوا ماسترد، زيت زيتون، حطينا ملح وفلفل، شويه بابريكا، بودره ثوم، بودره بصل، ودخلناها الفرن على درجه حراره 200 برضو لغايه ما قعد مغطيينها، وبعدين شلنا من عليها الغطا وحطيناها كمان 5 دقايق تقريبا علشان تحمر من فوق. بعد ما طلعت حطينا لها حشوه لذيذه عباره عن برضو بصل وسبانخ ومشروم وتركي وشويه ملح شويه فلفل رشه جوز الطيب، حطينا كمان جبنه فته، وبعدين حشيناها في الحشوه في التجويف اللي عملناه، وبعدين حطينا على الوش جبنه ورجعنا دخلناها تاني على الفرن. عملنا المكرونه اللذيذه جدا اللي انتم شايفينها دي، احسن حاجه احلى حاجه انكم تسيبوا فيها صوص كتير. يعني بصوا بصوا الصوص، خلوا فيها صوص كتير لان هي هتشرب الصوص ده، هي هتشربه وهيبقى طعمها احلى.
لا ده احنا لازم نروح. هي عامة كل ما بتكون الطاسة تقيلة كل ما بتكون الطاسة فخمة. يعني كل ما بتكون الطاسة تقيلة كل ما بيكون نوعها ممتاز. يلا ناخد بقى السامن بتاعنا وعلى الوش كده. لا الاول نحط شوية جبنة، الجبنة البارميجان احنا حطينا جوه ما تنسوش، وهنحط كمان على الوش شوية. واحنا حاطين مع الصوص جوه، مهم تحطه مع الصوص جوه، لان اللي ممكن حد ياخد يعني يطلع لحد نصيب اكتر من الجبنة البارميجان من حد تاني. فعلى ايه؟ خلينا نأمن الكل ونحط جوه الصوص الجبنة البارميجان. وكده نبقى وصلنا معاكم لاخر حلقتنا للنهارده اللي عملنا لكم فيها وصفات، بتمنى انها تكون عجبتكم. واللي ما لحقش يشوف الحلقه من اولها بيقدر يشوفها في الاعاده، عندنا اعادتين، اعاده الساعه 8 بالليل واعاده الساعه 8 الصبح. شكرا لمتابعتكم، وبشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده، وصفات جديده، وافكار جديده باذن الله. باي باي.